خلوني افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي متعودين عليه، وهو طبعا تقدروا تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتنا، مين افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظر حضراتكم في مباراه الاهلي والمقاولين اللي فاتت؟ طبعا النهارده كمان بالمناسبه هنعلن عن مباراه او نتيجه تصويت حضراتكم على افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والبنك الاهلي، واعتقد ان المباراه دي يمكن بشكل كبير جدا ساهمت في تغيير الترتيب في الجدول العام. خلونا نبتدي حلقتنا مع حضراتكم النهارده باهم الاخبار والعناوين. الاهلي بيصرف مقدم عقود اللاعبين قبل السفر لكاس العالم للانديه. الاهلي يستعيد اكرم توفيق امام بيراميدز. محمد شوقي يسبق بعثة الأهلي لقطر. سيمبا يستعد للأهلي بمواجهة مازيمبي والهلال. منتخب كرة اليد يجري مسحة الليلة استعدادا لمواجهة سلوفينيا في المونديال غدا. 30% هي نسبة الحضور الجماهيري في كأس العالم للأندية.